فعاليات وتحركات وغضب وفاتورة عالية من الدماء في صفوف الفلسطينيين تزامنا مع هذه الخطوات الأمريكية وترافقا مع الدعوات الدولية المحذرة والمعربة عن القلق الشديد. لكن في هذه المرحلة باعتقادك، هل بهذه الخطوة فعلا فرضت الإدارة الأمريكية واقعا أو أمرا واقعا جديدا غيرت به الأمر الواقع الذي كان معمولا به للمدينة، غيرت من وضعها الخاص، أطاحت بمصيرها المأمول وغيرت فعلا من قواعد اللعبة؟ مساء الخير لك وللضيوف الكرام ولجميع السيدات والسادة المشاهدين. الحقيقة يعني غيرت الولايات المتحدة ولم تغير، حتى لا نبالغ بالموضوع، لم تغير بواقع الأمر، لأنه القدس محتلة منذ 5 حزيران 67، 51 عام سيمر على وضعية القدس تحت الاحتلال، وإسرائيل مارست كل ما يكفي لتهويد هذه المدينة ولمصادرتها واحتلالها وتغيير واقع ديموغرافي وإفقار السكان وغيره، وسيطرت عليها سيطرة تامة، وظل العرب والعالم غير معترفين بهذه السيطرة. لكن واقع الأمر على الأرض يقول أنه كل هذه المناشدات الدولية وكل المطالبات الدولية وكل هذا الفعل العربي لم يرقى إلى مستوى أن تبدل إسرائيل سياستها في القدس، لا، سياسات شاملة كانت. الرئيس الأمريكي لم يضف كثيرا، أنا حتى لنقول أنه، لكنه مس بصورة الولايات المتحدة ودورها، دور الولايات المتحدة الذي حاولت أن تأخذه منذ أكثر من عقدين، منذ حوالي ربع قرن منذ عملية التسوية، قدمت نفسها على أنها وسيطا نزيها محايدا يمكن أن يلعب دورا في عملية التسوية، ولدرجة ما صدق الكثير من الفلسطينيين ومن العرب أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تغير جلدها وتكون هذا الوسيط، وساروا إلى حيث تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وإن اتضح أكثر من مرة في أكثر من دورة لرئيس أمريكي أنهم لم يكونوا سوى مترجمين ينقلون أو سعات بريد لرؤساء وزراء إسرائيليين. يعني الحقيقة ماذا كان يريد يهود براك؟ كان بيل كلينتون ينقل بأمانة وكأنه مترجم يعمل لدى يهود براك وغيره وغيره، وبوش وشارون تآمر بوش مع تآمر شارون مع بوش لقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، لكن حاول الفلسطينيون التغاضي عن ذلك وإيهام نفسهم بأنه يمكن للأمريكان يغير جلده وأن يكون بغير ذلك على الإطلاق، لكن اتضح ما هذه الإدارة التي كانت أكثر وضوحا في تاريخ الإدارات الأمريكية، إدارة تبني كامل للرواية الإسرائيلية، أعلنت أن القدس عاصمة إسرائيل، ارتكبت جريمة، القدس محتلة والقانون الدولي يقول أنه ممنوع أي تغيير في القدس، كيف يجرؤ رئيسا أمريكيا أن يخالف القانون الدولي؟ مش فقط يعني خالف الرغبة الفلسطينية ولا خالف الأمان العربية والإسلامية، هو خالف القانون الدولي، ارتكب جريمة بحق الفلسطينيين، نعم، بحق عملية السلام، نعم، بحق عملية التسوية، نعم، ولكنه ارتكب جريمة بحق القانون الدولي، لأنه رئيس يتصرف بما يشبه البلطجة. الحقيقة نحن أمام رئيس يعني هكذا يتصرف.